خطيرة جدا، وهدف، هدف خطير لصالح فريق النادي القنيطري. الفرصة التي كان يبحث عليها لاعب فريق النادي القنيطري الأندلسي وقعت بثلاث نقاط. من كان يتوقع أن المقابلة التي تسير لتنتهي بنتيجة سلبية 0-0 ستمنح هدفا بآخر الدقائق الحاسمة ليكون لصالح النادي القنيطري في بغتة عن الجميع. لم يكن يتوقع أحد أن هذا الهدف سيحضر في هذه اللحظة. هدف بثلاث نقاط، هدف بثلاث نقاط، هذا هو عنوان هذه الكرة الأخيرة التي استغلت بشكل جيد. هل الترابي أم أنه اللاعب الأندلسي؟ سنتابع. كرة ملعوبة خطيرة، الترابي ممتاز، ممتاز رأسية اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص المهاجم. ترابي بالرأس يسجل الهدف، هدف لصالح فريق النادي القنيطري، يمنح الأحقية للنادي القنيطري في كسب ثلاث نقاط في مباراة اليوم. يرتقي الكاك، يرتقي فريق النادي القنيطري للمركز رقم 32 أو 32.